اهلا بحضراتكم مره تانية، والنهارده الجمعه طبعا جمعه مباركه على عليكم جميعا. وقبل ما نبدا معاكم اخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلونا نصبح على ليندا اللي منورانا في الاستوديو. ليندا صباح الخير عليكي. صباح الخير جوانا، صباح الخير شاذلي. اخبار الجو ايه؟ الحقيقه لسه في ارتفاع في درجات الحراره، والارتفاع ده لسه مستمر معانا كمان لحد بكره. الحمد لله ابتداء من يوم الاحد هيبقى فيه ان شاء الله انخفاض طفيف في درجات الحراره. طيب هانت ان شاء الله. اتفضلي تعالي نشوف التفاصيل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده لسه في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري، ودرجه الرطوبه لسه بين درجتين لاربع درجات. كمان في شبوره مائيه الصبح وفرص امطار خفيفه لمتوسطه على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر، ممكن توصل لسيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعه. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 42، وأعلى درجة حرارة في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 33. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وجمانة عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. نشكرك كريم. شكرا جزيلا. النهارده مشاهدينا عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات اللي اكيد بتهم حضراتكم كالعاده. بنبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان اهمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه رساله لمنتخب اليد، وقال مصر تفخر بانجازكم الكبير وعزيمتكم الجباره. كمان من ضمن اخبارنا مجلس الوزراء وافق على 9 قرارات في اجتماعه الاسبوعي، وتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسيه بمصانع وشركات الانتاج الحربي. وعندنا ايه تاني يا جمانه؟ ايضا رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقيتين لاستضافه مصر لمقر المنظمه الافريقيه للتعاونيات الاسكان ومقر المكتب الاقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقه شمال افريقيا. ايضا الحكومه نفذت زياده اسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري ضمت عده فعاليات مع الاجهزه التنفيذيه في المحافظات. واخبار تانيه كتير، لك البدايه مع شاذلي. شكرا جمانه. امبارح رئيس عبد الفتاح السيسي وجه تحيه للمنتخب الوطني لكره اليد على الاداء البطولي والمشرف اللي قدموه قدام منتخب الفرنسي في نص نهائي اولمبياد طوكيو. كتب السيد الرئيس عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي المشرف أمام المنتخب الفرنسي، قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة. وقال كمان سيادة الرئيس أن مصر بتفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي، وأكد على دعم الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري. شكرا لكم، لقد شرفتمونا وأسعدتمونا. الحقيقه فعلا شرفونا يا شاذلي. يمكن طبعا كنا نتمنى ان منتخب كره اليد هو اللي يفوز، لكن فعلا امتعونا. يمكن حتى لو ما حالفهمش الحظ، بس احنا برضو خارجين زي ما بنقول كده اداء مشرف، بس مش مجرد ما بنقول الاداء المشرف عشان نصبر نفسنا، لا صح. اداء فعلا مشرف ورجولي، ورفع راس مصر بالفعل قدام العالم كله. انا معاكي جدا، هو ده اللي ينفع يتقال عليه فعلا تمثيل مشرف. صحيح. ولسه قدامنا البرونزيه، يعني كل التوفيق ليهم ان شاء الله. احنا بس كنا طمعانين في الذهبيه لان احنا شايفين منتخب قوي ومتماسك وبيقاتل لاخر لحظات، ومعاهم كمان مدير فني قوي وعنده فكر مختلف، فاحنا كنا طمعانين طبعا في الميداليه الذهبيه، لكن لسه قدامنا فرصه، فكل التوفيق ليهم ان شاء الله. خلينا نروح لخبر اخر. وقوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الفعاليات خلال شهر يوليو اللي فات، منها مشروع اداره الازمات والكوارث لمحافظه القاهره، وكان مشارك فيه كل الاجهزه التنفيذيه في المحافظه، وحضر كمان عدد من طلاب جامعه عين شمس، وده في اطار التدريب العملي المشترك لمجابهه الازمات والكوارث بالمحافظات. ايضا تم عقد دورات التربيه العسكريه لطلبه الجامعات والمعاهد اونلاين، وده عشان الحفاظ على الطلاب من الاصابه بفيروس كورونا. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع مع مجموعه من رجال الصناعه، وناقش معاهم توطين مستلزمات الانتاج في قطاعات التصنيع المختلفه.
قالوا إنه في توجيهات من السيد الرئيس بتكثيف العمل لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتخفيض فاتورة الاستيراد، وإن الحكومة مستعدة إنها تقدم كل التيسيرات وكمان تدخل في شراكة مع المصنعين عشان تنهض بالقطاع وكمان تساعد في تعميق التصنيع المحلي. لسه مكملين مع دكتور مصطفى مدبولي واجتماعه أمس وتابع في الإجراءات اللي بيتم اتخاذها لإطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات، وقال أو ACI طبعا ده اسم النظام، وقال رئيس الوزراء إن المنظومة دي هيتم تطبيقها في أكتوبر اللي جاي ومفيش أي تأجيل تاني، وإنها هتكون ملزمة للجميع لأنه هذه المنظومة تساعد طبعا على تقليل الوقت اللازم لدخول وخروج الشحنات من مصر. وقال سيادته للمسؤولين في وزارة المالية أنهم يتواصلوا مع المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات اللي محتاجينها بخصوص هذه المنظومة الجديدة. امبارح فقدنا قامة وطنية كبيرة، واحد من الشخصيات اللي قدمت الكثير للبلد في مجال الإنشاءات والإسكان، المهندس حسب الله الكفراوي. مجلس الوزراء أصدر امبارح نعي للراحل المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق ونقيب المهندسين الأسبق، وقال فقدنا واحد من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، وكان قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، وقدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسؤولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب شيخ المهندسين المصريين. أبو المدن الجديدة، طاهر اليد والسيرة، وزير الغلابة، ابن البلد، كل دي ألقاب حصل عليها طبعا المهندس حسب الله الكفراوي. يعني كان رجل سياسي ورجل دولة بامتياز، وكان مقرب جدا من الجمهور ومقرب جدا من الشعب المصري بشغله. كان شغله طبعا، لان احنا عارفين ان هو اخذ قطاع كبير جدا او فتره كبيره جدا في قطاع الانشاءات والاسكان، مده 16 سنه تقريبا كان وزير الاسكان، بالاضافه طبعا انه كان محافظ دمياط لسنه قبلها من سنه 76 لسنه 77، ومن سنه 77 لحد التسعينات وهو وزير الاسكان، وطبعا ساهم في انشاء العديد من المدن، 17 مدينه جديده منهم مدينه 6 اكتوبر و15 مايو وغيرها وغيرها من المدن، طبعا للفقيد الرحمه ولاهله الصبر والسلوح. طبعا يا محمد، الحقيقه رجل قيمه وقامه زي ما بنقول، ويمكن حتى المدن اللي انشاها كلها لحد النهارده لما بنشوفها بنشوف بنى تحتيه سليمه، بنشوف تاسيس سليم. وزي ما كان محمد دلوقتي بيتكلم، الحقيقه مهندس حسب الله الكفراوي كان كمان بدا في الاعمال التمهيديه للسد العالي، بدا كمان في انشاء ميناء دمياط وايضا ميناء يعني ميناء الداخليه طبعا، واسس بنك كمان الإسكان عشان يساعد الشباب في تمويل أو هم يقدروا يحصلوا على شقق سكنية. فطبعا الله يرحمه، وتعازينا لأهل المهندس حسن الكفراوي. خلينا نروح لخبر آخر. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شاهد امبارح توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات، وده في إطار المشروع القومي للتحديث والتطوير والتحول الرقمي اللي بترعاه القيادة السياسية. البروتوكول ده بيستهدف تطوير دورة العمل بالشركات والمراكز التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأيضا مواكبة التطور السريع في صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحسين الكفاءة التشغيلية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع اتفاقية لاستضافة مصر لمقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان، واتفاقية تانية لاستضافة مقر المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا. طبعا تواجد مقر المنظمات دي في القاهرة بيعكس بكل تأكيد الدور الريادي لمصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكمان دور مصر المحوري في القارة الأفريقية، وبكل تأكيد بيساهم في إنشاء السوق الأفريقية المشتركة. خلينا دلوقتي نروح لمسلسل الشائعات الذي لا ينتهي. الحقيقة بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أخبار أنه في زيادة في أسعار تذاكر السفر لقطارات السكة الحديد. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة النقل واللي نفت الأخبار دي تماما، وقالت أنه مفيش أي زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد، وأن الأسعار لكل الخطوط ثابتة زي ما هي سواء كانت إبلي أو بحري. امبارح مجلس الوزراء وافق على 9 قرارات في اجتماعه الأسبوعي، أهم القرارات دي نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والأثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وده طبعا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توحيد جهة الولاية وتحقيق التنمية المتكاملة. كمان تم اعتماد القرارات والتوصيات اللي صدرت عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن بهدف توحيد جهة الولاية وتحقيق التنمية المتكاملة. ونص مشروع القرار أيضاً على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية. كما نص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من وزير السياحة والآثار ووزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والنقل والإسكان والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد. ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره. استعرض مجلس الوزراء خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناة السويس والتي تتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذا الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل بهدف القيام بأعمال التأهيل والإصلاح اللازمة وتطوير قطاع التسويق بما يتناسب مع حجم الشركة وإمكاناتها مع وضع تصور لزيادة الإيرادات والأرباح وتحقيق الإدارة المثلى. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على التعاقد مع شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2021-2022 بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد تحقيقاً للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب. وتشمل المشروعات الاستثمارية إنشاء ملاعب نجيل صناعي بمختلف المحافظات وملاعب متعددة أرضية أكريليك وإحلال وتجديد ملاعب خماسية بهدف رفع كفاءتها وإنشاء أسوار لمراكز الشباب لحماية الأراضي من التعديات وإقامة مبان إدارية وصالات أنشطة بمراكز الشباب إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى. وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف. وتتضمن هذه المناطق حديقة المتحف المصري بميدان التحرير واستراحتين داخل المنطقة الأثرية بسقارة وحديقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة والمنطقة المحيطة بمتحف ركن فاروق. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 80 بتاريخ 26 من يوليو الماضي بعدد 26 موضوعاً. وافق مجلس الوزراء على أن تعفى من ضريبة الملاهي مجموعة من المهرجانات التي ستقيمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال هذا العام، وتشمل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والمهرجان الصيفي في مسرح سيد درويش بالإسكندرية والمهرجان الصيفي في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لاستكمال أعمال الترفيق الخاصة بمنظومة الصرف الصحي للمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمحافظة القليوبية.
وافق مجلس الوزراء على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين الطرفين من خلال قيام الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالإدارة الفنية للمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع في النطاق الجغرافي لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات، بما يحقق التعاون المثمر والبناء والتكامل بين مؤسسات الطرفين لخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة. ويأتي هذا التعاون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وإعلاء قيمة الخدمات المقدمة في المنظومة الصحية، وإقامة تعاون مشترك ومباشر في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة الطبيب المصري وكافة العاملين في المجال الطبي. وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تشغيل وإدارة المدارس الفنية التي سيتم تحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركة المصرية للاتصالات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة 6 سنوات، بغرض تحويل 5 مدارس فنية تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي مدارس عبدين الثانوية الصناعية بنين بمحافظة القاهرة، ومصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الإسكندرية، وعقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بنين بمحافظة السويس، والمنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحافظة الدقهلية، ومدرسة بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك لتخريج كفاءات تلبي احتياج سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة وبما يواكب المعايير الدولية. وقبل المجلس أيضا مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الإنترنت للمدارس في نطاق البروتوكول وطوال مدة البروتوكول، وبسعة 30 ميجابت للثانية لكل مدرسة ودون مقابل للبنية الأساسية أو خدمات الإنترنت، على أن يتم منحها حقوق رعاية لتلك المدارس طوال مدة البروتوكول. استعرض مجلس الوزراء تطورات ملف تخصيص أراضي أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهم ما يواجهها من تحديات. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مستشار محمد عبد الوهاب عمل جولة امبارح لمتابعة أعمال التطوير اللي تحصل في المنطقة الحرة العامة في بورسعيد والمشروعات اللي بيتم تنفيذها، واللي طبعا هتوفر فرص عمل حقيقية وكمان هتزود من الصادرات المصرية للخارج. أيضا عمل لقاء مع مستثمري المنطقة الحرة العامة ببورسعيد واتكلم معاهم عن مقترحات دعم حركة الاستثمار وخطط زيادة التصدير للأسواق الخارجية. وزارة الداخلية بتواصل جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والدجيني والجرائم اللي بتضر بالبيئة. شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية نجحت خلالها في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. استمرارا للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لحماية البيئة والتصدي لجرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها للتصدي لهذه الجرائم وضبط كافة المخالفات والتي تتعلق بنطاق اختصاصها، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الاتجاه، حيث نجحت في ضبط شركتين ومخزن بدون ترخيص بالقاهرة للأعلاف الحيوانية بداخلهم قرابة 14 طن وأكثر من 5000 عبوة أعلاف حيوانية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية، وضبط مصنعين وشركة بدون ترخيص للأسمدة والمخصبات الزراعية بالمنوفية، بلغت المضبوطات فيهم أكثر من 172 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتمكنت الإدارة من ضبط مصنعين بدون ترخيص بالشرقية للأعلاف والمخصبات والأسمدة الزراعية بمضبوطات بلغت 187 طن ونصف أسمدة ومخصبات زراعية و42 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط 7 مخازن غير مرخصة بالدقهلية لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة، بداخلهم 84 طن مواد خام من مخلفات ونفايات بلاستيكية خطرة عبارة عن عبوات مبيدات زراعية فارغة محظور إعادة تدويرها، و78 طن نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات، و59 طن مواد خام نفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية محظور إعادة تدويرها، و30 طن من مخلفات المشروبات الغازية المعدنية محظور إعادة تدويرها أيضاً. كما نجحت الإدارة في ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص بالجيزة بداخلهما 92 طن نفايات إلكترونية خطرة بدون ترخيص وموافقات بيئية، وهي نفايات تضر بالصحة العامة للمواطنين. ونجحت الإدارة في ضبط 8 منشآت صناعية بدون ترخيص وغير مستوفاة للاشتراطات البيئية والصحية بالقليوبية وبني سويف، وتمكنت من ضبط مصنعين بدون ترخيص بالشرقية بمضبوطات بلغت أكثر من 11 طن مطهرات ومنظفات و20 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. كما نجحت في ضبط مصنع وشركة ومخزن غير مرخصة بالقاهرة بداخلها أكثر من 55 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مجهولة المصدر ومقلدة. وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط أكثر من 80 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية. وفي مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط 10 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وتم ضبط 45 قضية تلويث نهر النيل والمجاري المائية ببني سويف. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، النهاردة موضوع خطبة الجمعة هيكون تحت عنوان من دروس الهجرة النبوية المسجد والسوق والعلاقة بينهما. النهاردة كمان هيستمر بنك ناصر الاجتماعي في صرف معاشات شهر أغسطس من ماكينات الصرف الآلي، وده طبعا للي تخلفوا عن المواعيد المقررة. أيضا النهاردة في محافظة جنوب سيناء هيتم تنظيم قافلة طبية مجانية لوادي الإسباعية ووادي سعال في مدينة سانت كاترين للكشف على المواطنين وصرف العلاج ليهم مجانا. النهاردة كمان هتستمر القافلة الطبية في قرية النهضة بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. والنهاردة كمان هيتم قطع مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، والقطع هيتم عن مدينة ناصر و14 منطقة تانية، ده بسبب القيام بأعمال صيانة لخط طرد جديد بالإضافة لتركيب عدادات مياه جوه غرف المحطات. طبعا بنعزي نفسنا مرة تانية وبنعزي الشعب المصري كله في وفاة المهندس حسب الله الكفراوي اللي وافته المنية بالأمس بعد طبعا صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة. كان رجل دولة بامتياز، كان رجل سياسة، وكان ليه إسهامات كبيرة جدا في مجال الإسكان والتعمير. الرجل اشتغل طبعا كان محافظ دمياط من سنة 76 لسنة 77، ومن بعدها لحد التسعينيات وكان بيتولى منصب وزير الإسكان والتعمير، وساهم في إنشاء العديد من المدن السكنية الجديدة. تقريبا ترك الخدمة وهو سايب 17 مدينة جديدة موجودة للنور. هذه المدن زي طبعا مدينة 6 أكتوبر و15 مايو وغيرها وغيرها من المدن الحية. مشاهدينا دلوقتي ناخد حضراتكم لجولة من الأخبار الخفيفة من مختلف أنحاء العالم، وهنبدأ من السفير النيوزيلندي جريج لويس عاشق المانجا.
بشكل كبير جدا، ومع بداية موسم المانجا دايما بنلاقيه كده واخد بعضه ورايح الإسماعيلية عشان يشتريها ويتصور معاها. السنة دي طبعا راح وتصور كعادته مع صناديق المانجا ونشر الصور دي على صفحته الشخصية في تويتر وقال تاني وتاني وتاني راجعين ناكل مانجو تاني، مع انه والله يعني انا مبسوطه مع ان المانجا فيها مشاكل دلوقتي، بس قال كمان بعد مرور سنه بالظبط على زيارتي الاسماعيليه في اغسطس 2020 كان من الرائع العوده هذا الاسبوع والاستمتاع ببعض المانجو المصري الرائع. ده بيضايقنا بقى، بيضايقنا عشان احنا مش لاقيين المانجا بقى. هو فعلا السنه اللي فاتت كان موجود فعلا في شهر اغسطس برده في الاسماعيليه كان بياكل مانجا، والراجل خلاص يعني عارفه عاش حياته في مصر وكانه مصري، هو عارف يجيب مانجا وانت عارفش تجيب مانجا. تخيلي وبيجي لها مخصوص، بيروح لها مخصوص الاسماعيليه، وراح طنطا بالمناسبه برضو حاضر مولد السيد البدوي، يعني الراجل مش سايب مكان في مصر ما بيروحوش، الراجل عايز يعرف كل ثقافاتنا وكل تاريخنا، عايز يعرف كل حاجه عن مصر طبعا. طيب من ضمن الاخبار كمان اللي معانا عندنا وقعه بقى ظريفه جدا وكوميديه متصدره عناوين الصحف في بريطانيا. الوقعه بتقول ان الشرطه البريطانيه قبضت على وزه بسبب اعاقتها حركه المرور. النجدة استقبلت بلاغات كتيرة جدا من المواطنين اللي كانوا في الشارع راكبين عربياتهم وطلبوا من الشرطة تدارك الأمر لأن الموضوع مزعج وخطير. على طول الشرطة راحت للمكان اللي موجود فيه الوزة وقدروا ان هم يحاصروها ويقبضوا عليها كمان، وكمان يحطوها في بحيرة من البحيرات المخصصة ليها. المفارقة الجميلة بقى ان نفس الواقعة دي حصلت بالظبط في فيلم هوليوودي هوت فاز اللي اتعرض في سنة 2007، خصوصا بقى ان رواد السوشيال ميديا عملوا المقارنة دي مع مشهد الفيلم اللي ظهر فيه اتنين من الضباط جالهم بلاغ لأوصاف مجرم رقبته طويلة ورفيع، ولما راحوا عشان يقبضوا عليه اكتشفوا انها وزة قبضوا عليها ونقلوها في عربية الدورية الخاصة بيه. حصروا الوزة؟ هنا يعني وفي شوية تفاصيل كده في الخبر بصراحة. عملنا حصار للوزة. عارفة انت حصروها وقبضوا عليها وخدوها للمكان المخصص ليه. في تفاصيل كتيرة في الخبر كده عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم، يعني فكرة ان الناس تتصل بالنجدة البلاغ عشان في وزة أصلاً. عشان في وزة، ازاي النجدة اصلا ما تروحش هناك تعمل لهم محضر ازعاج؟ انا مش عارفة ليه اروح لغاية الوزة بالظبط. هش الوزة عدي تمشي. من جنب الوزة هتمشي بس. يعني موضوع صعب، كبرنا الموضوع قوي. يعني اتصلنا بالشرطة وبلغنا الشرطة وقفلنا مع الشرطة واستنينا الشرطة تيجي والشرطة حصرت الوزة. لو هم خدوها في البحيرة برضو، خدوا الوزة على البحيرة ولا خدوها على البيت؟ موضوع كبير قوي. يلا بقى علينا، خلينا نروح لشركة ألمانية. هيبقى الخبر ده بالنسبة لي أنا من الأخبار المفضلة. شركة ألمانية ناشئة في مجال الطيران نظمت عرض لتاكسي طائر اسمه فولوكوبتر 2X. الطيارة دي كملت أول رحلة تجربية ليها ومفروض أنها تساعد المواطنين على قضاء مشاورهم في الجو، وزي ما احنا كده شايفين مع حضراتكم التجربة اللي عملتها الشركة الألمانية للتاكسي الطائر. متهيئة من أحلى المشاريع دي طبعا. هناخد من 6 أكتوبر للتجمع الخامس مثلا في ساعة لو الطريق رايق. لا في لو الطريق رايق فين؟ فوق؟ في ساعة. لا ده انا بقول العادي بتاعنا بناخد قفة لو ده موجود هنا، بس احنا عندنا مشكلة هتبقى في محطات كتير، يعني عارفة مش هنعرف او لو في محطات هينزلوا ازاي. ما هقول لك عشان في محطات كتير هيبقى صعب. لا بس متهيألي بقى حاجة زي دي بجد فعلا بقى، يعني اكيد هيبقى في اماكن لنزول مثلا الطيارات، مواقف. بالظبط مواقف مخصصة ليه. بس حلو المشروع ده طبعا. علماء في الرياضة قدروا ان هم يوصلوا لطريقة هندسية عشان يقسموا البيتزا لقطع متساوية الحجم، وده عشان لو اتنين بياكلوا مع بعض ولا حاجة لا قدر الله، يعني هم فيش اتنين بياكلوا مع بعض بيتزاية، يقدروا ان هم يعدلوا في عدد القطع اللي هياكلوها. العلماء دول استخدموا طريقة ومعادلة في الرياضيات من خلالها قدروا ان هم يقطعوا البيتزا ل 12 قطعة متساوية وبحجم واحد. الطريقة دي بقى زي ما حضراتكم شايفينها في الصورة، بكده محدش طبعا هياخد اكتر من التاني. طبعا انا مش يعني هو مفيش اتنين اصلا بياكلوا مع بعض بيتزاي ده مبدئيا، يعني هو واحد بس. لا طبعا. وبعدين ده هو ميزه كمان ان هي تتقطع بقطع غير متساويه عشان انا اركز على القطع الكبيره واسيب القطع الصغيره. لا وبعدين دي شكلها مش بيتزا، يعني دي مش شكلها قطع البيتزا بتاعتنا عشان طريقه ما هم أيه. عشان يقطعوها 12 قطعه متساويه عملوا كده، مش هيقطعوها اللي هي المثلثات بتاعتنا. لا برده هرجع لنفس خبر الوزه تاني، يعني احنا عملنا ايكويشن وعملنا قعدنا نحل كده ونطلع ب لوجاريتمات عشان اقطع بيتزا ب 12 قطعه متساويه. اقتطعوا من وقت العلم عشان يقطعوا البيتزا. انا مش متخيل ان انا لو حصل وبقيت عالم في يوم من الايام ما اعتقدش ان انا ممكن اقطع بيتزا. صح؟ طيب اما دي كانت مجموعه من الاخبار الخفيفه اللطيفه من مختلف دول العالم. دلوقتي هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا.
كل سحاب.